كابتن سيد عبد الحفيظ كمان في تفصيله مهمه، يعني من الحاجات ليه انا بقول قبل الهوا كابتن اسلام كنا بنتكلم على 2006. 2006 كان الوضع ان احنا متعادلين هنا في مصر مع الصفاقسي، كسبانين، دخل فينا جون، الناس محبطه شويه. حضرتك حكيت لنا مانويل جوزيه عمل ايه لما شاف لعيبه الصفاقسي بتحتفل، ورحنا ازاي النهارده الجمهور هو مسافر مؤمن بفريقه عايز يساعد فريقه، كل التركيز ان هم مسافرين تونس عشان يرجعوا باللقب. المدرب عمل السيناريوهات بتاعته، الاداره جهزت الفريق، الجمهور راح عمل دوره، فربنا في الاخر كرمك ببطوله بالهدف اللي جه بتاع ابو تريكه في الدقيقه 92. فالنهارده دي نفس الامر هنا في 2023 بتحصل، بص مع فرق السنين بس انت رايح كسبان، بس كسبان في جون دخل فيك احبطك شويه لان موضوع الجون باتنين مع سيناريوهات السنه اللي فاتت، فانت رايح قلقان. بص التصريح ده كابتن اسلام، ده بتاع كابتن سيد عبد الحفيظ، قاله ان لما راحوا هناك الجمهور لما ابتدى يوصل، مشجع كريم وهو صديقنا بالمناسبه يعني كريم تهامي من الناس الاهلاويه الشباب يعني ناس كتير سافر، قال له فكره، قال له احنا ممكن بما ان احنا على طول كل ما بنمسك الكوره الجمهور بيصفر علينا بالصفافير جامده ملعب محمد الخامس، اي حد راحه بيقول لك احنا ما بنسمعش بعض، يعني لو انت قاعد انا قاعد جنبك في الاستاد مش هسمعك وانت بتتكلم من كتر الضغط. فقال له طب احنا ممكن في التمرين اللي مسموح للجمهور ان هو يحضره نعمل اللقطه دي، لما لعيبه الاهلي تبقى بتتنقل بالكوره احنا واحنا في التمرين احنا هنصفر. احنا معانا فيديو من التمرين، زميلنا احمد يماني كان هناك وحضر التمرين صوره، ويعني اداه لنا. بص يا كابتن اسلام، يعني لو هم يجيبوا الصوت ده التمرين مش الرئيسي اللي هو قبله، التمرين الرئيسي ما كانش فيه جمهور وهم واقفين بيصفروا، يعني لو الصوت يظهر للناس والطبلة بص يا كابتن اسلام سامع الصوت ده، هم فضلوا مثلا في بتاع ربع ساعه وما بيعملوش غير كده في التمرين. ليه؟ عشان خاطر يعودوا اللعيبه شويه على الاجواء. النهارده ده دور، النهارده الجمهور راح، اللي مسافر المغرب هو مش مسافر يتفسح، هو مسافر دي المجموعه حضرت التمرين، المجموعه دي وفي قدها كان موجود قدام فندق النادي الاهلي قبل ما يروح التمرين ده يسندوه ويأزروا اللعيبه ويطمنوا اللعيبه ان ده كان بالاتفاق مع كابتن سيد. هو قال لكابتن سيد الفكره، كابتن سيد قال له تمام تعالوا التمرين واعملوا كده. فهم بص اهو رايحين ماسكين بعدد صوت قليل يعني بس في الاخر الملعب يعني صدى الصوت، ادت الغرض يعني سمع الصوت قوي جدا، قوي قعدوا يعني يصفروا فتره طويله كان اللعيبه عايشه المباراه عشان اللعيبه حتى الجمهور بسم الله ما شاء الله لهم دور يعني رايحين طبعا الناس مش رايحه تتفسح يعني الناس رايحه عشان ليها دور هي عايز تعمله في الملعب نفسه. شفنا اعداد جماهير الاهلي كانت عامله ازاي، ناس جايه من مصر مسافره من مصر في من دول عربيه من دول اوروبيه. فالنهارده بنتكلم الجمهور نفسه عمل دوره الملحمي في الاستاد، الاداره عملت دورها، الجهاز الفني عمل دوره، اللعيبه نفسها امنت بفكره ان هم لا احنا رايحين كسبانين ونقدر نرجع، واخطاء السنه حتى لما اتاخرنا بهدف كنا واقفين على رجلنا. لعيبه النادي الاهلي حتى أنا يعني للامانه حتى كره حسين الشحات رغم ان الانفعال صعب لان حكم تاني كان ممكن يطرده يعني يتلكك ويقوم طرده، فالحمد لله ان هو عشان لان الحكم عارف ان هو غلط اصلا ان الكوره ما ينفعش في هجمه بالطريقه دي تصفر عشان خاطر في لعيب واقع، خصوصا ان لما كان في لعيب من نادي الاهلي عمل حركه عجيبه جدا. هو اصلا جري على اللعيب وبعدين سابه وراح يكمل الهجمه، وبعدين لما الكوره راحت لكهرباء قام مصفر ورجع.